من تنقية الأرض ركب من محل لمحل لنقدر نجمع هالحجم من العالم. الفكرة ما بلشت إنه بدنا نعمل أكبر طاولة، بدنا نفطر أكبر عدد من العالم، ومن هونيك بلشنا ننطلق وبلشت تتجمع فكرة الطاولة، وفجأة لقينا حالنا عم نعمل أفطار بهيدا الحجم بقلبوا هالكم من العالم، ونجمعت على طاولة طولة الطول اللي ذكرناه. كان أكيد كلها متصلة ببعضها من أولها لآخرها، حلزونة واحدة. الكونسبت تبعها كمان كان إنه من كل صايد من الطاولة بيقعد مجموعات مختلفة من العالم، فهيدي الطاولة بالحقيقة هي رسالة سلام جمعت لبنان كلياته على محل واحد وطاولة واحدة، والحمد لله احنا فخورين بهذا العمل، وإن شاء الله الله يجزي أجيالنا الخير، والحمد لله كان أفطار كتير حلو. Thank you لك عمر. فازنا أكيد.